عايزين نتكلم عن رحلة المريض من أول ما بيدخل المركز لحد ما بيتم التعافي بشكل كامل. من أول ما يتم إقرار التدخل الجراحي المطلوب والمريض بيعمل الدخول بتاعه في المركز، بيتم مناظرته بواسطة أخصائي جراحة العظام، وإحنا عندنا مجموعة هائلة من الأخصائيين المؤهلين اللي هما بيستقبلوا المريض، بياخدوا منه التاريخ المرضي وتسجيل كل بياناته، وفي وجود كمان أخصائيين التخدير واستشاري التخدير. وهنا مهم جدا موضوع التخدير وعلاج الألم كجزء من رحلة المريض في جراحات العظام، لأن جراحات العظام من الجراحات المعروف عنها أن هي ممكن يبقى مصاحب ليها ألم شديد خاصة بعد العملية. وهنا عشان كده بنقدم حل متكامل للمريض. احنا عايزين رحلة المريض في جراحة العظام تكون رحلة سهلة وتكون دايما ذاكرته عنها حاجة كويسة، تمام؟ فبعد ما بيقابلوا استشاري التخدير وأخصائي التخدير بيتناقش مع المريض على كل الأمراض المزمنة إن وجدت أو الحاجات اللي مرتبطة بيه كتخدير، تمام؟ وكمان التخدير عندنا بيستخدم تقنيات حديثة لعلاج الألم اللي بتشمل تخدير أثناء العملية وبعد العملية، اللي هي جراح التدخل المحدود لتسكين العصب نفسه، وده بيستمر مع المريض ممكن من 18 ل 24 ساعة بعد العملية، اللي هي بتبقى أكتر وقت فيه ألم بعد العملية، فبالتالي المريض بيبقى إحساسه بالألم أقل، وكمان بيساعدنا كده بعدها في التأهيل. بعد إجراء طبعا غرف العمليات مجهزة على أحدث طراز من استخدام أجهزة الأشعة داخل العملية، المنظار المجهز الحديث بكل أدواته بكل حاجة فيه، وزي ما قلت لحضرتك كل المستهلكات الموجودة اون شلف ومن الشركات المعتمدة، ونفس الشركات أو المستهلكات اللي بيتم استخدامها في أوروبا وفي أمريكا من شركات متعارف عليها، تمام؟ بعد إجراء الجراحة بنهتم دايما بالعلامات الحيوية للمريض، وبيمر عليه أكثر من مرة أخصائي العظام الموجود واستشاري اللي قام بإجراء الحالة مع طاقم تمريض متميز جدا ومؤهلين للتعامل مع حالات جراحة العظام، حتى الحاجات الدقيقة زي نقل المريض من العمليات لغاية غرفته ده مدربين عليه تدريب متميز وتدريب موافق للمعايير العالمية لجودة رعاية المرضى. بيمر بنتأكد دايما ان هو بياخد الأدوية المناسبة لي، بيتأكد دايما ان هو مستوى الألم عنده في الحدود المعقولة اللي يقدر يتحرك بيها، وكمان عندنا طاقم من أخصائيين العلاج الطبيعي اللي بيمروا على المريض وبيقدموا له الخدمة المتكاملة حتى قبل ما يخرج، وقبل ما المريض ما بيخرج من المستشفى بيتم عمل استبيان، بيقابله حد من العلاقات العامة والإدارة اللي عشان نتأكد ان كل الأمور مشيت زي ما احنا متفقين او زي ما الاداره موجهه للعاملين، عشان لو في اي حاجه او فيدباك، لان هو القصه كلها في الجوده ان احنا لازم بنطور من نفسنا، تمام؟ فاحنا بنحب جدا نسمع المريض وتجربته قبل ما يخرج، وبيتم عمل استبيان، وده كل ده بيؤدي بيساهم في الفيدباك اللي احنا بناخده من المرضى في الاخر. طب وطبعا بيساعدك بتبقى عارف انه انا عايز ازود بالزبط. ده عايز بالزبط. اركز على النقطه دي كمان أكتر. الميزه عندنا في دار العظام ان احنا حتى الاداره جراحين عظام، فكلكم وكلنا متفاهمين جدا مع بعض، فالفيدباك مهم جدا، لو في حاجه ناقصه لو في تقنيه جديده عايزين ندخلها فاحنا بنتواصل مباشره مع الاداره والاداره على طول بتوفرها، تمام؟ فاحنا كدار العظام احنا على طول اي حاجه ناقصه اي حاجه تقنيه جديده كل الحاجات دي بنوفرها للمريض.